والخبرات في مجالات عديدة، منها الطاقة، التجارة والفلاحة والصناعة، الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري، وعلى ارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك، وهي خطوة عملية من شأنها فتح جسور تعاون بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. رئيس إذن مشاهدينا، كنا نستمع لكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسنعود إليها طبعا بعد قليل. نذكر أنه رئيس وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد إذن مشاهدينا سنواصل الاستماع لكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي صرح أن مجلس الأمن يجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالظلم الذي يتعرض له. وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص، والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. إذن مشاهدينا، كنا نستمع لكلمة رئيس الجمهورية الذي تطرق من خلالها للوضع في فلسطين، وقال رئيس الجمهورية أنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية التاريخية كذلك الأخلاقية فيما يتعلق بالظلم الذي يتعرض لها الفلسطينيون، هذا الشعب الذي يعاني إبادة وجرائم ضد الكيان أمام عالم عاجز عن إيقاف ما يتعرض لها شعب الفلسطيني من إبادة جماعية. مشاهدينا، نتوقف الآن عند فاصل ونعود لاستكمال أخبارنا.